نعم. أسأل بهذه المواد الخلافية على حصة أقليم كردستان والاعتراضات الأخيرة التي أنتم شكلتموها، والأقليم يقول خرقا للدستور وبالذات الديمقراطي الكردستاني. هاي القضية انحلت لو بعد عليها جدل؟ أولا نحن لا أستاذ نجم. نعم أستاذ نجم عزيزي، أستاذ نجم، أولا هو ماكو خلاف على حصة أقليم كردستان. حصة أقليم كردستان ثابتة، حالهم حال أي جزء من أبناء شعبنا في باقي المحافظات، وهو 12 و67، يعني 12% و67% من الألف. فماكو خلاف على الحصة، الخلاف مو على الحصة أبدا، على التعديلات. الخلاف على فقرات تتعلق بتطبيق الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، اللي هي أولا نعم. موضوع تسليم النفط، أنه إحنا الآن عندنا مشكلة مع تركيا في ضخ النفط عن طريق جيهان، وعندنا قرار محكمة باريس، وهذه الإشكالية قد تمتد إلى شهور. فتعديلنا كان هو أنه هذا النفط يسلم إلى وزارة النفط لتتصرف به بإحدى الحالتين، إما تصدره عن طريق منافذها الأخرى، عن طريق البصرة، عن طريق عمان. إحنا عندنا 120 ألف برميل نصدر العمان بالصهاريج. فإحنا إذا بقى الأنبوب مال تركيا متوقف، هو هذا النفط المنتج من كردستان لازم نتصرف فيه. زين، هذا واحد. والثاني في حال عدم استطاعة بيعه، التصرف فيه داخليا بالمصافي اللي موجودة في مناطق الوسط والشمال. زين. اللي هي القيارة وكار وقيوان ومصافي كركوك. بالنتيجة يعني إعطاء الصلاحية للقائد الأعلى للنفط اللي هي وزارة النفط بالعراق التصرف بهذا النفط وفق الآليات اللي تلقاها. بالنتيجة أنت أنتجت، خلاص اعطيني نفطك وأنا جاي أعطيك موازنتك وفوقها بوسة. زين، وين اعتراض الكرد عليها؟ هم يقولون لا، احنا فقط نبيعه، احنا نبيعه تحت اشراف سومو. ها، هو اعتراضهم الان يقول لك احنا نبيعه باشراف سومو. هم اعتراضهم يردون البيع، هو هم اللي يبيعون باشراف سومو. واثنين الحساب، خلافنا على الحساب. حساب ايداع الاموال حسب القانون، يعني قانون وزارة المالية وحسب قانون الإدارة المالية، لا يوجد في العراق أي جهة لديها صلاحيات فتح حسابات أو تخويل فتح حسابات إلا وزارة المالية. زين. فإحنا بالقانون وزارة المالية تفتح بالبنك المركزي لإيداع هذه الأموال، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي يخول رئيس وزراء الإقليم بفتح حساب آخر في الإقليم، يعني ونقل الأموال من هذا الحساب إلى الحساب الآخر وفق القانون والتعليمات النافذة. هم لا يردون الحساب يكون حساب في مصرف تحت يعني موافق عليه البنك المركزي، يعني مصرف أهلي موافق عليه البنك المركزي، وهذا خلاف للقانون، يعني خلاف لقانون وزارة المالية وخلاف لقانون الإدارة المالية الاتحادي. طبعا كل الاتفاقات السياسية حتى اللي حدثت ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليم ذيلت بالعبارات التالية، أنه تحت سقف الدستور والقانون. احنا استاذ نجم بصراحة هناك من يسوق الموضوع للأسف من بعض الكتاب المأجورين، من بعض يعني السياسيين المأجورين، انه خلاف سياسي. ما هو خلاف سياسي ابدا، الخلاف هو فني قانوني بحت، لا يوجد اي خلاف سياسي. ثلاثة، الفقرة الثالثة هي فقرة الإلزام، انه احنا بالإقليم بسنة 2019، موازنة 2019 وموازنة 21 كان هناك فقرة إلزام، يعني أنت يا أقليم كردستان ذن تطبقهن نطلق لك الحصة مالتك، ما تطبقهن ما نطلق لك الحصة مالتك. يعني هذا أعتقد يعني كلام منطقي. هم يقولون لا، هاي الفقرة مريتها. زين، مريتها مو إحنا عندنا تجربة وياكم بموازنتين، موازنة 19 وموازنة 21 لم تلتزموا بنصوصها أبدا، ولا التزمتوا ببرميل واحد، ولا سويتوا أي إجراء. فبصراحة يعني هناك تخوف من الأخوان في اللجنة المالية أنه إحنا عليه يعني ما نقدر نعطيهم كل الفقرات دون أن يكون هناك شرط إلزام بالموضوع. زين، شنو موقف الحكومة؟ شنو موقف الإدارة المالية؟ موجود مادة 15 واضحة تماماً تقول لا يجوز لوزارة المالية إطلاق أي أموال لأي محافظة أو وزارة أو إقليم إذا كان مترتب بذمته أمور مالية. يعني احنا ما جبنا هاي الامور من جيوبنا، نصوص قانونيه واضحه حاكمه، دستور واضح، وقرارات محكمه اتحاديه واضحه. هذا الموضوع للاسف الاخوه في الحزب الديمقراطي ياسسون الى عرف فوق الدستور والقانون، يعني يريدون ياسسون الى عرف فوق الدستور والقانون، اللي احنا نجي نتفق نقعد بغرف المفاوضات ما نتفق عليه هو من يمضي، وهذا مو صحيح.
سيادة هذا النائب كلام غير دقيق، لا يقبل المنطق ولا يقبل العرف ولا يقبل القانون ولا تقبل حتى الأعراف، يعني الأعراف القانونية والدستورية.